السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفة تاع لي بتي فو ولا هذوك الهلالات، كذلك اللي يعملوهم في بقايا اي بسكو يكون عندكم، حتى لو صابلي ولا وعملتوه وجاكم يابس فتوه وتعملوا به هذه الحلوى. هذه طريقة المحلات، كانوا بزاف الاخوات كي وضعت الفيديو الاول السنة الماضية تاع لي بتي فو تاع المحلات، يقول لك ماشي تاع ما جاش كيما تاع المحلات، جا نورمال صابلي، لان السر في حلوى المحلات هو المحسن. واليوم وضعت لكم المحسن هنا، اللي تحب تعمله ولا كانت عندها مشروع حلوية تعمل هذا المحسن، واللي ما تحبش تتفادى المحسن ما تعملوش. كذلك نفس النتيجة لو لاحظتوها في الفيديو كنت حطيته في قناتي الثانية تاع جينواز، المحلات يستعملوا المحسن، المحلات يستعملوا المحسن، تجيها كيجي توجور يقعد كروسيون ويجي يتفتت. هذا هو بالنسبة للسر تاع المحلات. ومديت لكم بمقادير مضبوطه باش هكذا حتى اللي ما عندهمش الميزان ما ينغبنوش، خاصه الاخوات اللي راهم في المشاريع، نمشيو نشوفوا مع بعض طريقه تحضير هذو لي بتي فو. ما تنساوش لايك لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. فرجه ممتعه. لتحضير هذه الحلوى الجافه نحتاج هنا مقدار من السكر، نفس المقدار عملته البيض، جاوني هنا 4 حبات بيض، نفس المقدار زيت. هنا في هذا المقدار تاع 4 حبات بيض نعمل هنا كيسين من السكر الفانيلا، كما تقدروا تعملوا ملعقه صغيره تاع الفانيلا، زوج اكياس من الخمارة الكيميائيه الوزن تاعها 10 غرامات يعني 20 غرام، وهنا الفارينه او الدقيق حسب الحاجه. نبدا نعمل هذاك البيض مع السكر، خليهم حتى نترك هذاك البيض مع السكر حتى يولي لون البيض فاتح ويتضاعف الحجم تاعو. هنا نسيت نزيد رشه ملح ونخفق. أضيف الفانيلا، يرجع الخليط على هذا الشكل. الآن نضيف الزيت ونواصل الخفق. هنا في هذه الوصفة راني ماشي نضيف المحسن، لأن أصحاب المحلات يعملوا المحسن. هذا محسن الخبز المخبوزات، يعطي له هذا كيجي يتفتت ويجي بنين من الداخل. نعمل هنا في هذه الكميه نص ملعقه صغيره. بعد ما اصبح الخليط على هذا الشكل الان نضيفوا الفرينه، نضيف هكذا كميه، ما نخليوهاش العجين يجينا قاصح. انا بدلت ما خليتش الفوي، عملت هذا اللي خاص بالعجين. نضيفوا هذه نص ملعقه تاع المحسن، ونضيفوا الاكياس تاع الخمره الكيميائيه للزوج. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه بهذا القوام. وجدت انا هكذا ديبوش والرؤوس رفدت هادو كيما راكم تشوفوا، هذا على شكل نجمه وهذا كذلك مسنن. نعمر لي بوش باش نبدا نفورمي في الكاط الحلوى تاعي. الصينيه بالنسبه للصينيه فرشتها بورق الطبخ، ونعملوا هكذا حلوى جافه بهذا الشكل، بهذا الراس المسنن، شو يجي الشكل الشباب. باش نعاود نلصقهم ان شاء الله بالمعجون. كيما نعملوا هذا الشكل كذلك، انا تحبوا تعملوه صغير تحبوا تعملوه كبير على شكل ديكود. باش نشكل هذوك الهلالات الان ما نخليش لاباط هكذا، نزيد لها قليل من الفرينه، ما نعملوهاش قاصحه. نرفدو هكذا كميه ونشكلو هكذا كرات، ونعاود نفورميهم على شكل هلال، ونفوتوهم هنا في هذا اي نوع بيسكو يكون عندكم، كيما هذاك بيمو كيما اي نوع. انا ما كانش عندي هنا بيمو، كان عندي نوع ترابيوه ولا تطحنوه وتعملوا هكذا وتحطوا دائما في صينيه مفروشه بورق الطبخ. الفرن راني نسخن فيه على درجه 180 درجه مئويه، نطحيهم ياخذوا لون ذهبي خفيف ونخرجوهم. هكذا بهذا الشكل الحلويات الجافه اللي يحبوها الناس بزاف. وهذا هو الكاطو تاعنا بعد ما طاب، كيما راكم تشوفوا اخذ لون ذهبي خفيف. كانت احدى الاخوات طلبت على هذه الحلوى اللي تجيب بالكاطو، انا بون كاطو ما كاش عندي احمر بزاف، مي هذا هو. شوفوا مام هادو اللي عملناهم على شكل بتي فوق، شوف كيفاش جاو وجاي تكرمش كيما تاع المحلات. دونك السر في هذاك المحسن اللي يعملوه،
انا مديت لكم السر، تقد تحبوا تعملوه بلا محسن. نعمل لهم هكذا، لصقوهم هنا بالمعجون. انا عملت المعجون تاع المشماش، تحبوا تلصقوه عفوا بشوكولا ليطالي. قلت هنا نلصقوا بالمعجون، معجون هنا تاع المشمش انا عملته. حتى لا شريتو تاع لي بواط المعجون، دي فوا يكون قاصح، خفوه بشويه ما هكذا. ولا نعملو الشوكولا ليطالي في الشكل الاخر، نعملو الشوكولا ليطالي. هنا تقدروا هادو ميم تعملو لهم راسهم في الشوكولا، دوبوا الشوكولا وتعملو لهم راسهم في الشوكولا. وهادو هما بالنسبة لثلاث أشكال اللي حصلنا عليهم في هاد الحلوة. وهذا هو الشكل النهائي تاع حلوة تاعنا تاع اليوم، اللي بتيفوق وهذوك الهلالات تاع المحلات. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تخليوا لي تعليقات. كذلك هنا ملاحظة نمدها للاخوات اللي ما رمش يوصلهم الاشعارات، بزاف الاخوات ما رمش يوصلهم الاشعارات تاع قناتي. ولو لاحظتوا راه عندي المشاهده قليله لان الاشعارات ما راهمش يوصلوا، كذلك مشكل في اللايك، يعملوا اللايك وعاود ما يصيبوش. نطلب من اخواتي يعاود يديزابوني ويعاود يابوني ويفعلوا الجرس، يلغيوا الاشتراك ويعاود يشتركوا من جديد ويفعلوا الجرس، هكذا باش يبدا يوصلهم جديد القناه. نشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.